نشرة الحصاد مباشرة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم وتتابعون فيها. سلطان خي، عام من الصمود في وجه الانتهاكات المغربية. بريطانيا تسعى لحظر حماس الفلسطينية على أراضيها، والحركة تصف الخطوة بنصرة الظلم. أزمة اللاجئين في بيلاروسيا تستمر وسط وضع إنساني مأساوي. الهند ترفض الدخول على خط الحرب الأمريكية ضد تحالف أوبيك بلس، وأسعار النفط تتجه نحو تسجيل أسبوع رابع من التراجع. أهلا بكم من جديد. أنهت الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطان خي عاما من الصمود في منزلها المحاصر بمدينة بوجدور المحتلة، ونجحت بثباتها في تعرية نظام المخزن المغربي، فضلا عن لفت كبرى المنظمات الحقوقية العالمية إلى الانتهاكات المغربية في حق المدنيين الصحراويين. سلطانة في مواجهة ملك. سريعا انقضى عام على تاريخ فرض قوات الاحتلال المغربي الحصار على عائلة أهل خيا بولاية بوجدور المحتلة. كانت عودة الكفاح المسلح بين الجيشين الصحراوي والمغربي غداة خرق الأخير اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العام 1991 إذانا لأن تعلنها سلطانة مدوية أن حي على الكفاح. لم تكن بفعلتها تلك أكثر من مناضلة صحراوية من فكت ثائرة على مدار سنين الاحتلال وعقوده، وليس لها على سوء ردة فعل جلادي المخزن أكثر من راية تعلقها فوق سطح بيتها المحاصر أو تحملها فتحمل معها هي الأخرى أحلامها بالحرية والاستقلال. عام من الشجاعة والصمود أمام جبن نظام المخزن الذي لم يتوانى في الدفع بجلاديه لممارسة شتى صنوف التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي على سلطانة وأختها، بل وحتى والدتهما الثمانينية. ضرب، سب وشتم، سحل، حقن مجهولة، بل واغتصاب للمرأة أمام أمها تحت جنح الليل في حادثة قل ورودها في كتب النازية وجرائمها بحق الإنسانية. لكن سلطانة لم تحد قط عن مبادئها، فقد ظلت ثابتة متحدية جبروت محتل غاصب وجبان، فيما ظل زبانيته متخفين بأقنعتهم وكماماتهم تحت ظل كورونا. عام من الصمود صارت فيه سلطانة أيقونة وقصة إيمان ملهمة بالحرية والاستقلال. استطاع أهل خيا أن يجمعوا حواليهم العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية في العالم منادين بعدالة القضية الصحراوية. لقد نجحت سلطانة وأهل خيا ببوجدور في نثر بذور انتفاضة قادمة بالأراضي الصحراوية المحتلة وإن طالت. أما التاريخ فلن يخطئ التسجيل في كتبه أن سلطانة صحراوية هزت عرش ملك مغربي. للحديث أكثر حول الموضوع تلتحق بنا الآن الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خي. أهلا بك سيدتي. مرحبا بك وسهلا، وبالفعل عني هذا شرفني، ونشكر لقاءنا الجزائرية الدولية على تسليط الضوء على معاناة هذا الشعب اللي هو يعانيها من 75 إلى يومنا هذا، وقطعا عندي المعاناة اللي نعانيها أنا وتعانيها أمي وأختي هي اللي يعاني الشعب الصحراوي. أهلا وسهلا. إذن أستاذة سلطانة، رأينا الآن في هذا التقرير شتى أنواع الظلم الذي تعرضت له، الآن ما هو وضعك بعد سنة من الحصار الذي تتعرضين له؟ بالفعل عن وضعي وضع مزري بها، اللي هي السنة اللي ذاك نتحدث معكم بدون كهرباء بدون ماء بدون أي شيء، يعني داخل منزل عائلتي اللي يعني عني كنت تنقل لي الصورة للموبل باش ندير الضوء باش يعني عنكم باش تعود الناس تشاهد في الظلام. يعني نحنا اليوم
من يوم 19 نوفمبر 2020 إلى يومنا هذا 19 نوفمبر 2021 نحن تحت إقامة جبرية، نحن تحت التعذيب، تحت التنكيل، تحت الضرب المبرح، يعني اللي كنا تجينا مجموعة مقنعة آخرها يوم 15 نوفمبر اللي جايين بطريقة همجية، بطريقة يعني يعجز اللسان عن يصورها لكم بهذا النوع اللي يعني عنهم الأساليب القمعية اللي نتعرضوا لهم ونبتطوا بها ونعذبوا بها والتنكيل، واللي آخرها كان يعني عنه هذا يوم 19 نوفمبر كان تم اغتصابي أمام والدتي 15 نوفمبر اللي تم يعني هذا التدخل اللي خلق 6:20 الفجرة اللي كنا نعذب ونضرب، كانت أمي مسنة، كان يعني مكبلين أيدينا مقلوقين أفوامنا يعني بالعينين يضربين، أخواتي شقق يعني على ملابسهم وجردوا من ملابسهم، يعني نوع من التنكيل ونوع من التعذيب عشناه نحن في طيل السنة. عشنا يعني هاي المادة السامة اللي هي رائحتها كريهة نضربوا بها، كانت أخرها يوم 8 نوفمبر ذاك التدخل اللي تم حقني بذيك الحقنة المجهولة، وتم يعني سقى المنزل كامل بهذه المادة السامة اللي هي رائحتها كريهة اللي هي يقولوا عنها قال لها مادة الضربان اللي كان يستعملوا الإسرائيليين الشهرة الماضية على الفلسطينيين من أجل كانوا يشردهم من المنازل. سيدة وبالفعل عن المغرب استعملها علينا، استعملها علينا. سيدة سلطانة، فقط رأينا التفاف كبير، التفاف الرأي العام حول قضيتك بالذات، ما هي الرسالة من خلال قناتنا، الرسالة التي تواجهينها لشعوب وحكومات العالم الحر؟ في البداية بعد نشكر الإعلام الجزائري دولة وشعبا، نشكروهم ونشكروا الإعلام اللي كان يعني دار تغطية في هذه مواكبة هاي السنة، واللي يعني نشكروا الإعلام العالم كامل اللي كان يعني ينقل الصورة الحقيقية اللي نعانوا فيها من داخل مدينة بوجدة المحتلة ومن داخل منزل الجمهورية العربية الصحراوية المحررة. نرفعوا أرانا نقولوا ونرفعوا يعني بنداء عاجل المنتظم الدولي، هاي وش سمت عار عليها أن احنا نعودوا نساء عزل نعذبوا ليل ونهار وصوتنا ولا خارج أي تدخل، الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، جميع الوسائل عن احنا الناشط والعالم من أجل التدخل، من أجل هاي العائلة الصامدة، هاي العائلة اللي راهي ما مكدر عليها شيء، يا غير عيب وعار على المنتظم الدولي، عيب وعار على حرارة العالم، يعني يعودوا يشوفوا وينظروا هذو النساء لا لشيء إلا أنهم يحملوا مواقفهم ويحملوا علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ويطالبوا بتقرير مصير شعبهم وبنيان دولته على كامل ترابه. هذا هو اللي حاربنا الاحتلال المغربي بمدة السنة. سيدة شكرا لك سيدة خيا على هذه المداخلة، نشكرك على ما قدمته لنا من خلال هذه النشرة الإخبارية. أيضا في المغرب، أيضا عرف الشارع المغربي عودة الاحتجاجات المطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وسط مخاوف من التصعيد. من جهتها تحاول الحكومة يائسة احتواء الوضع، لكنها حسب متابعين فشلت في ذلك لانشغالها بسياساتها العدائية. يبدو أن الوضع العام في المغرب لن يعرف الهدوء في القريب العاجل، فالتضييق الممارس على مواطنيها من جميع الزوايا ينذر بقادم أسوأ. فالشارع المغربي بدأ يستعيد زخمه الذي تراجع منذ حركة 20 فبراير، رافضاً سياسات حكومة عزيز أخنوش التي تبين اللا حلول باستطاعتها للأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فهي في واد والمواطن المغربي في واد آخر بحسب مراقبين. ضعف السياسيين ومؤشرات الاقتصاد المتدنية والأوضاع الاجتماعية المتدهورة، ثالوث أصبح يهدد استقرار المملكة المغربية، معززا بذلك حالة الغضب والسخط التي انعكست على كثرة الاحتجاجات في الشارع. من جهتها تحاول السلطات المغربية يائسة احتواء الحراك بكل الطرق، حيث يبدو أنه مفتوح على سيناريوهات عديدة موازاة مع موجة غلاء متصاعدة وتسريح للعمال وتزايد حدة الاحتجاجات المنددة بالغلاء وتدهور دخل العائلات، وصلت حد المطالبة بإسقاط الحكومة رغم أنه لم يمر على تشكيلها إلا شهر واحد،
هي الأخرى تعرف ضبابية في التسير جراء تجاذبات والتراشقات الإعلامية بين الأحزاب السياسية. فشل السياسات المتبعة في المغرب بحسب مؤشرات خبراء سيعطل عودة الوضع الطبيعي في القريب العاجل، ورغم ذلك تزيد السلطات المغربية من شدة الاحتقان بتجاهلها المطالب الرئيسة للمحتجين حول تطبيق الإصلاحات في مجالي الصحة والتعليم، إضافة إلى إطلاق الحريات العامة المحاصرة منذ سنوات، وهو ما قد يفتح الباب على تصعيد الحركة الاحتجاجية وصولا إلى إجبار الحكومة التي لا تريد فتح نقاش بخصوص قراراتها على الاستقالة بعد توجيه انتقادات مباشرة لها في تأزيم الوضع في البلاد. انعدام الاستقرار الداخلي وفتح جبهات للتوتر في وقت واحد داخل البلاد لا ترى فيه المملكة المغربية أمرا يستدعي حلولا مستعجلة، مواصلة ممارساتها واستفزازاتها المعتادة لدول المنطقة، فانشغالها بسياستها الخارجية العدائية لدول الجوار جعلها تفشل في تهدئة الوضع داخل البلاد بحسب متابعي. فقد المغرب مقعده في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في 17 من الشهر الحالي لتجديد أجهزة المنظمة، وكان المغرب قد قدم سفيره لدى المنظمة كمرشح لتجديد عضويته في المجلس التنفيذي، غير أنه لم يحصل على سقف 100 صوت في مواجهة منافسه الكويتي الذي حصد 153 صوتا ليصبح عضوا في المجلس، إلى جانب ممثلي الأردن ومصر اللذين حافظا على مقعديهما حتى عام 2025، لتفقد رئيسة المنظمة أودري أزولاي حليفا في مجلس إدارة اليونسكو. وهذا وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قرر في أكتوبر الماضي تجميد الأموال المخصصة لدعم مشاركة المغرب في مناورات عسكرية مشتركة أو متعددة الأطراف، واشترطت المؤسسة الأمريكية تجميد هذا الإجراء بإبرام اتفاق سلام بين المغرب والصحراء الغربية. وقبل ذلك بشهر أعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقيتي الصيد والزراعة الملزمتين المغرب بالاتحاد الأوروبي وتمديدهما ليشمل الصحراء الغربية المحتلة. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي، وهي خطوة وصفها بالضرورية لإنقاذ تونس. وأضاف سعيد في كلمة لدى إشرافه على أعمال مجلس الوزراء أن الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي إلى إلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية. في محاولة على ما يبدو لتهدئة معارضيه في الداخل والخارج، وبعد 3 أشهر من إعلان قرارات استثنائية أعقبتها أزمة في البلاد، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه يعمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال إصلاحات على النظام السياسي تستجيب لمطالب التونسيين. وأعلم جيدا بعض التفاصيل، وستأتي اللحظة التي أعلن فيها عن كل التفاصيل حتى يتحمل كل واحد منا مسؤوليته أمام الله وأمام الشعب. نحن نريد تطهير البلاد. وفي الوقت الذي يواجه فيه الرئيس التونسي ضغوطا قوية لإعلان خارطة طريق واضحة لإنهاء الإجراءات الاستثنائية، لم يوضح سعيد تفاصيل الجدول الزمني للإصلاحات التي يعتزم إدخالها على النظام السياسي، واعتبر أن الخطوة ضرورية لإنقاذ تونس وسط شلل اقتصادي وتفشٍ للفساد في البلاد. الرئيس التونسي اعتبر الأزمات التي تعيشها تونس مفتعلة، يروم أصحابها إلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية. هذا فضلا عن القضايا التي تهم أموال الشعب التونسي الذي زادوا في تفقيره وفي التنكيل به بكل الوسائل، بقطع الماء، بقطع الكهرباء، بترك النفايات في كثير من المدن حتى تصبح القضية
قضية نفايات لا قضية منظومة حكم. وكان الرئيس التونسي قد دعا في أكتوبر الماضي القضاء إلى تحمل مسؤوليته في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد وخاصة التجاوزات المالية خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة التي أجريت عام 2019. وفيما ترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية وتعتبرها انقلابا على الدستور، تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي. بشرت الداخلية والبريطانية إجراءات لاستصدار قرار من البرلمان لحظر حركة حماس الفلسطينية على أراضيها، وبررت ذلك بامتلاكها للأسلحة أو لأسلحة كثيرة ومتطورة. وفي أول ردودها أبدت حماس أسفها الشديد لهذه الخطوة التي ترى فيها نصرة للظلم. اتهامات لحركة حماس بامتلاك قدرات إرهابية وأسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت لتدريب إرهابيين على حد وصف وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل التي شرعت في اتخاذ إجراءات لحظر أنشطة الحركة الفلسطينية على الأراضي البريطانية. باتيل قالت إن هذه الخطوة تنسجم مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفقا لرؤية بريتي باتيل، فإن الانتماء إلى حماس أو ارتداء ملابس عليها ما يعبر عن دعم الحركة يعتبر جريمة جنائية قد تعرض صاحبها في بريطانيا إلى السجن مدة قد تصل إلى 10 سنوات. يأتي هذا الموقف الجديد الذي يستهدف الجناح السياسي للحركة بعد قرار حظر جناحها العسكري عام 2001. في أول رد فعل لها عبرت حماس عن أسفها الشديد لما أسمته غيا قديما لبريطانيا، فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني سواء بإصدار وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا. وذكرت الحركة بأن المقاومة المسلحة لاحتلال ما هو حق مكفول دوليا، وبأن قتل السكان الأصليين وتهجيرهم وتهديم بيوتهم هو الإرهاب. الحركة دعت أيضا كل مناصري القضية في بريطانيا وأوروبا إلى إدانة هذا القرار واعتباره استمرارا للعدوان على الشعب الفلسطيني الذي بدأ منذ أكثر من 100 عام. في غزة تسود حالة من الحزن على عائلة الشهيد الأسير سامي العمور الذي استشهد صباح أمس نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي مورس بحقه من قبل إدارة مصلحة سجون الاحتلال. ويبلغ عدد الأسرى المرضى في السجون نحو 1800 أسير، بينهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل. صارت صورته ذكرى لرحيله الموجع بعد 15 عاما من الأسر داخل سجون الاحتلال. فالأسير سامي العمور الذي اعتقل في 2008 وحكم عليه بالسجن 19 عاما تعرض لإهمال طبي متعمد من قبل إدارة مصلحة السجون ليعلن استشهاده. الموت ولا الخبر، إن الإنسان يموت ولا يسمع الخبر زي. يعني قديش احنا ما شفناه وقديش انا ولو 15 سنه في السجن، يعني عمال يوفيني 15 وكان محكوم 19 سنه لما. وكان احنا متأملين انه يطلع في الصف الاخير الجديد، يعني نقول ان شاء الله ربنا يطلعه ونشوفه ونجوزه ونفرح فيه وخطبنا له على عروس على الفاضي. كله طلع، كل احلام طلع. بطلب من كل واحد مختص من الصليب، من الهيئة، من الرئيس، لكله أنا بطالب. بدي أشوف ألقي النظرة بعد 14 سنة. كنت مطمنة إنه يطلع لي يجيني مش يروح لي على كفن. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وتفتح هذه الجريمة وما أعقبها من موجة غضب شعبي وفصائلي ملف صفقة أسرى جديدة مع الاحتلال. أنتم في العيون، أنتم يعني في قلبي المقاومة الفلسطينية، لن نتخلى عنكم، لن نترككم، نترككم إلى عنجهية هذا العدو الصهيوني. وقريبا جدا إن شاء الله تكون
صفقة وفاء أحرار قريبة وجديدة، فاطمئنوا إلى دار الله تعالى واطمئنوا إلى ثقتكم بالمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام. باستشهاد الأسير الفلسطيني العمور يرتفع تعداد شهداء الحركة الأسيرة إلى 226 شهيدا، وتبقى الخشية من ارتقاء المزيد في ظل سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم. بها طباسي، قناة الجزائر الدولية، غزة، فلسطين. نبقى في الشأن الفلسطيني، حيث اعتمدت الأمم المتحدة مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، وصوت لصالحي القرار 157 دولة فيما عارضته 7 دول. بأغلبية ساحقة قوامها 157 دولة صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار عنوانه السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية ولسكان العرب في الجولان السوري المحتل، فيما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني قائمة الدول المعارضة. هذا الموضوع يعيد لنا إلى الأذهان بأن هذه القرارات التي تتخذ بحق القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني للأسف الشديد لن تأخذ حقها بالشكل الكافي، لأنه لم يطبق منها أي قرار. لماذا؟ هنا السؤال المحير. راعي السلام أمريكا دائما ضد هذه القرارات مع إسرائيل وبعض الدول التي ليس لها ثقل سياسي في المنطقة أو في العالم. حزمة من القرارات الصارمة أصدرتها الأمم المتحدة تقضي بسيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه، بل ومن حقهم أيضاً المطالبة بالتعويض نتيجة استغلالها أو إتلافها أو بيعها أو تعريضها إلى الخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي يتخذها الكيان الصهيوني. هذا القرار والعديد من القرارات التي اتخذت بحق الشعب الفلسطيني تعيد لنا أحقية شعبنا الفلسطيني في السيطرة الكاملة على موارده الطبيعية، والذي يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة كما أقرت الأمم المتحدة والقرارات الأممية التي تتخذ بالشأن الفلسطيني. خطوة تأتي قبل جلسة خاصة ونادرة تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على طلب دول عربية. طالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم تقرير في الدورة القادمة حول تنفيذ هذا القرار وما يتعلق بالأثر التراكمي لقيام سلطات الاحتلال باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأراضي المحتلة وفي الجولان السوري. طالبت الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي الخميس بدفع أكثر من 856 مليون دولار للبنان بشكل فوري تعويضاً عن بقعة زيت تسببت فيها غارة جوية إسرائيلية خلال حرب عام 2006 أدت إلى تدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة لمحطة الجية لتوليد الكهرباء في لبنان. وصوت لصالحي القرار 161 دولة من أعضاء الجمعية العامة مقابل اعتراض 8 دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما امتنعت 7 أخرى عن التصويت. القرار أكد أن الكيان الصهيوني يتحمل المسؤولية عن دفع تعويضات فورية إلى حكومة لبنان وإلى البلدان التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية مثل سوريا التي تلوثت شواطئها جزئياً.
حمل تجمع المهنيين في السودان الخرطوم مسؤولية الأحداث الدامية الأخيرة ضد المحتجين مهدداً بالتصعيد في وقت لوحت فيه واشنطن بفرض عقوبات على الجيش، واتهمت الأمم المتحدة من جهتها الشرطة السودانية باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين. بعد أشد أيام دموية شهدها السودان نهاية الأسبوع إثر سقوط أكثر من 15 قتيلاً في صفوف المتظاهرين، تجمع المهنيين حمل مجلس السيادة السوداني المسؤولية الكاملة عما وصفه بالمجازر ضد المحتجين، وأكد أن لديه فيديوهات تثبت ذلك مهدداً بالتصعيد. يأتي ذلك بالتزامن مع تلويح واشنطن بفرض عقوبات على قادة الجيش. التطورات الخطيرة في السودان أثارت استياء مسؤولين كباراً في الأمم المتحدة، حيث انتقدوا الأمن السوداني متهمين إياه باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، اتهامات قوبلت بالنفي من قبل الشرطة السودانية التي قالت إنها لم تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بل الغاز المسيل للدموع. الاتحاد الأوروبي هو الآخر دخل على خط الأزمة بإصداره بياناً بشأن ما يجري في السودان، حيث شدد على رفضه استخدام القوة ضد المتظاهرين مهدداً بوقف دعمه للخرطوم. دعا زعيم وتيار الصدر بالعراق مقتدى الصدر القوى السياسية المشاركة في الانتخابات أو المشاركة في الانتخابات إلى تقبل نتيجة الاستحقاقات، ووضع شروطاً للمشاركة في الحكومة المقبلة للبلاد من بينها حل الفصائل المسلحة وإبعاد غير المنضبطين من الحشد الشعبي. حل الفصائل المسلحة أجمع ودفعة واحدة وتسليم سلاحها كمرحلة أولى إلى الحشد الشعبي. خطاب شديد اللهجة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للقوى الخاسرة في الانتخابات العراقية التي جرت الشهر الماضي، طالب فيه الفصائل الشيعية العراقية المسلحة الموالية لإيران بحل نفسها وتسليم أسلحتها لقوات الحشد الشعبي إذا أرادت الانضمام للحكومة المقبلة. كمبادرة حسن نية مني أعلن حل لواء الموعود وغلق مقراتهم، ولولا أنهم سلموا سلاحهم لسرايا السلام سابقا لأمرتهم بتسليم سلاحهم ولا أطاعوا، فهم ما زالوا مخلصين لنا ولوطنهم، وإن وجد فعليهم بتسليمه خلال 24 ساعة. عسى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتهم وغلق مقراتهم، بل وتكون رسالة أمان وسلام للشعب كافة، فعل مسؤول اللواء تنفيذ هذا القرار. مقتدى الصدر دعا القوى السياسية إلى انتظار قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بالنتائج والانطلاق من بعدها في أطر وحلول دستورية دون النظر لمبادرات فردية تعرقل مسيرة العملية السياسية كتلك التي طرحها الحكيم زعيم تيار الحكمة الذي خسر الانتخابات، تهدف لتقاسم الأدوار بين الحكومة والبرلمان، يحظى المتصدرون في الانتخابات بالحكومة والخاسرون بالبرلمان مع التصويت على ورقة الاتفاق الوطني كأول قرار برلماني في جلسته الرسمية الأولى. في ظل الصراع القائم والاختلاف حول نتائج الانتخابات، عقد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح اجتماعا بقصر الرئاسة وخرج بوثيقة تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة بتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية. العراق ما إن يخرج من أزمة سياسية إلا ويقع في أخرى، ونتائج الانتخابات ستبقى بالشكلية إذا تم الاتفاق على تشكيل حكومة توافقية تشارك فيها جميع الأطياف دون إقصاء. للحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا الآن عبر سكايب المحلل السياسي والكاتب الصحفي من بغداد واثق الجابري. أهلا بك سيدي. أهلا مرحبا بكم. أهلا وسهلا. إذن من خلال ما صرح به الصدر أو مقتدى الصدر عن ميليشيات محددة، من هي الميليشيات التي قصدها بتعبيره وما الذي دفعه للمطالبة بذلك؟ نعم، شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مشاهديكم الكرام، وبدءا أهنئكم بقناة الجزائر الدولية بمناسبة افتتاحها وأبارك لكادرها وأتمنى لكم التوفيق. طبعا الحديث يعني كثيرا عن السلاح المنفلت وعن الفصائل، يعني هي في العراق يعني كثير من الفصائل والقوى التي هي ربما تحمل سلاحا، لكن
كما يبدو. يعني هناك بعض الفصائل التي هي منتمية للحشد الشعبي، وهذه أيضا سيد الصدر لديه فصيل هو سرايا السلام، وهذه منخرطة بالحشد الشعبي وهي يعني منضوية تحت أمرة رئيس الوزراء، وبالتالي تأخذ الرواتب والتعليمات وأوامر التنقل مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة. أما الفصائل الأخرى فهذه الفصائل تعطي لنفسها الشرعية بأنها هي فصائل مقاومة للاحتلال في ظل وجود احتلال في العراق، وتعهدت اليوم في بياناتها تعهدت أنها ستنهي عملها في حال خروج قوات الاحتلال من العراق. وبالتالي السيد الصدر أيضا لديه فصيل يسمى اليوم الموعود، أيضا اليوم حله وأضافه إلى سرايا السلام، وبالتالي هي كل القوى لا تريد أن يكون سلاحا خارج إطار الدولة، والمفترض أن تكون تعمل هذه القوى تحت إطار الدولة العراقية وتحت أمرتها. طيب مدام الجميع الآن يطالب بحكومة توافقية، هل تعتقدون أن نتائج الانتخابات ستبقى شكلية؟ لا، هي نتائج الانتخابات لحد الآن لم تنتهي. يعني مثلا تطعون سيابة وأن هذه الانتخابات شهدت أكبر عملية طعون وشكاوى قدمت بحدود 1436 طعنا و88 ملحقا، وبالتالي يعني مفوضية الانتخابات كانت تدعي ان النتائج كانت مطابقة 100% بعد العدوى الفرز اليدوية وبعد مراجعة الشكاوى، لكن اليوم بعد عرض هذه الطعون على اللجنة القضائية اليوم راجعت وجدت كثير من الأوراق التي لم يحتسبها الجهاز الإلكتروني، وبالتالي اليوم بحدود 5 مرشحين كانوا خاسرين اليوم عادوا إلى يعني أو صعدوا وفازوا بالمناصب، وبالتالي هذا ما يتطلب إعادة العدوى الفرز اليدوي، وهنالك بحدود 3100 صندوق تم إغلاقها بعد الوقت المقرر، وبالتالي اليوم مفوضية الانتخابات أي اللجنة القضائية ألغت نتائج صناديق كانت تمت إغلاقها بعد الوقت المحدد، وبالتالي القضية لا تزال بين القضاء والمفوضية والقوى المقدمة للطعون والشكاوى. طيب طيب، إذن أستاذ واثق الجابري كنت معنا مباشرة من بغداد، نشكرك على هذا التدخل. في خبر آخر، نددت إيران اليوم بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على 6 أفراد وجماعة من إيران لمحاولتهم التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن المتهمين يشتبه في أن يكون قد بعث برسائل إلكترونية من أجل ترهيب الناخبين، فضلا عن محاولة اختراق مواقع مرتبطة بالتصويت في عدد من الولايات الأمريكية. وقال المسؤولون الأمريكيون إن الإيرانيين المتهمين بعثا برسائل إلكترونية إلى آلاف الناخبين في أكتوبر الماضي، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة على تويتر إن إيران تستنكر هذه العقوبات الأمريكية الجديدة غير المشروعة التي هي استمرار لسياسة الضغوط القصوى التي اتبعها الرئيس السابق دونالد ترامب. تتوالى ردود الفعالية الدولية بشأن الأزمة الإنسانية عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، حيث يواجه الآلاف من اللاجئين مصيرا مجهولا في ظل ظروف إنسانية وطبيعية مأساوية، أزمة إنسانية بأبعاد دبلوماسية وسياسية بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي يدفع ثمنها آلاف اللاجئين العالقين في المنطقة الحدودية. خلف شبابيك الصراعات السياسية وأشواك الخطابات التصعيدية، هنا على الحدود البولندية البيلاروسية تبرز صورة أخرى تؤرخ لمعاناة الإنسان مع اللجوء. لكل واحد من هؤلاء قصة يرويها عن الهرب من الموت قصفاً في الحرب التي خلفوها في أوطانهم المدمرة والبحث عن ملاذ آمن في قارة الأحلام، فدفعوا مرغمين نحو مغامرة الأسوأ. والأسوأ هنا ليس فقط في ظروف الحياة ومآسي اللجوء، بل عندما تتحول قضية إنسانية أو عندما يتحول الإنسان إلى ورقة سياسية تتصارع عليها أو بها القوى العالمية بين مبتز ومتهم ومهدد.
من يتحمل المسؤولية في تراجيديا بيلاروسيا، بولندا التي أغلقت عليهم أبواب أوروبا، أو بيلاروسيا التي قدمت بهم إلى مصيدة حدود ملغمة أصلاً، أو دول الاتحاد الأوروبي ومعها الولايات المتحدة الأمريكية، أو أوضاع دفعتهم لمغادرة الأوطان؟ لا أحد يجيب ولا أحد يريد سماع صرخات أطفال قدموا من سوريا والعراق وغيرها من بلدان أتت عليها الحروب لتؤجج تصعيداً غير مسبوق بين معسكر موسكو وحلفائها وبروكسل وحلفائها. هنالك في أروقة الاجتماعات حول مأساة اللجوء خطاب آخر بين القوى العالمية شمل كل شيء إلا حقوق لاجئين تقطعت بهم السبل. فهل يعلم العالقون وراء الأسلاك الشائكة في بيلاروسيا وهم المنقطعون عن العالم لأشهر أنهم باتوا حديثه وتصدروا عناوينه في قاراته الخمس؟ حصل رجلان أمضيا عقوداً في السجن بعد إدانتهما بقتل الناشط المسلم والمدافع عن الحقوق المدنية مالكوم إكس عام 1965 حصل على البراءة أمس الخميس بعدما اعتذر المدعي العام لمقاطعة مانهاتن عما أسماه انتهاك القانون وثقة الجمهور، وضجت قاعة المحكمة بالتصفيق عندما أبطلت قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك حكمي الإدانة ضد محمد عزيز ذي 83 عاماً وخليل إسلام الذي توفي عام 2009. وقال عزيز للمحكمة إن إدانته الخاطئة نابعة من عملية فاسدة في جوهرها، وهي عملية مألوفة بالنسبة للسود في عام 2021. الأخبار الاقتصادية مباشرة بعد هذا الفاصل القصير. إلى النشرة الاقتصادية مع الزميل وليد مذكور. أهلا بك وليد. أهلا زميلتي ميسرة. إذن نبدأ نشرة الاقتصاد في المستهل. رفضت الهند طلبا أمريكيا لتحرير كميات من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط الخام ضمن مسعى واشنطن لحظر أسعار الذهب الأسود، خطوة ثالث أكبر مستهلك ومستورد الخام في العالم، من شأنها كبح جماح الرئيس الأمريكي جو بايدن في حربه المعلنة ضد تحالف أوبك بلس. ساعات عن شن بايدن فعليا حربه ضد تحالف أوبك بلس. الهند توجه صفحة للولايات المتحدة الأمريكية برفضها طلب واشنطن للنظر في إمكانية تحرير كميات من احتياطاتها الاستراتيجية من الخام لبيعها في السوق العالمية، خطوة سارعت نيودلهي لتبريرها على لسان وزيرها للنفط والغاز بدواعي سيادية مرتبطة بجدوى تشكيل البلاد ثالث أكبر مخزون استراتيجي من الخام في العالم. لم تكن احتياطيات النفط الاستراتيجية مخصصة لمثل هذا الوضع بتاتا، لقد تم تكوين احتياطياتنا النفطية لاستخدامها في حالة الظروف القاهرة، الكوارث الطبيعية أو الحرب، أو في حال توقف توريد هذه المادة الخام. رفض نيودلهي من شأنه أن يعيد سياسة إدارة البيت الأبيض في مواجهة تحالف أوبك بلس للمربع الأول بالنظر للثقل الطاقوي الذي تمثله الهند عالمياً، كونها ثالث أكبر مستهلك ومستورد للذهب الأسود بنحو 5 ملايين برميل يومياً، ما مكنها من تكوين ثالث أكبر مخزون استراتيجي من الخام عبر المعمورة خلال العقد الأخير. وعكس التوجه الهندي، استجابت الصين سريعاً للطلب الأمريكي بشروعها في ضخ جزء من احتياطاتها النفطية في السوق العالمية دون الكشف عن تفاصيل العملية، في مسعى نادر للتوافق على محور بكين واشنطن. وعلى ذلك النحو تتجه كوريا الجنوبية واليابان في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات المتعددة الأطراف داخل البيت الأوروبي ضمن القمة المرتقبة لزعماء الاتحاد المزمع انعقادها في 2 و3 ديسمبر المقبل بالتزامن مع اجتماع حاسم آخر لتحالف أوبك بلس.
هذا وتراجعت أسعار النفط الجمعة بنحو ملحوظ مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا وسط مخاوف من تأثر الطلب على الخام. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.35% لتصل إلى 76.36 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام برانت القياسي العالمي بنسبة 3.51% لتصل إلى 78.39 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوى له للمرة الأولى منذ أوائل أكتوبر الماضي. في شأن طقوي آخر، حققت الجزائر طفرة في صادراتها من الغاز الطبيعي المميع بتجاوزها حاجز 2.5 مليون طن خلال الربع الثالث من السنة الجارية. وتوقعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول استمرار هذا النمو خلال الربع الأخير من السنة الجارية. بعد عامين من التراجع، صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المميع تعود إلى منحاها التصاعدي بتسجيل ارتفاع قياسي خلال الربع الثالث من السنة الجارية، وملامسات صادرات البلاد 2.5 مليون طن بزيادة قدرها 100,000 طن عن نفس الفترة من العام الماضي بنمو تجاوز 6% بالمقارنة بين الفترتين. منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك ذكرت أن الطفرة التي تشهدها الجزائر مبررة بفعل استئناف تصدير منشأة تمييع الغاز في سكيكدا خلال شهري أوت وسبتمبر بكميات ناهزت 0.5 مليون طن، بينما تم تصدير الكمية المتبقية انطلاقا من منشآت تمييع الغاز في أرزيو. المنظمة الإقليمية وفي تقريرها المعنون تطورات الغاز الطبيعي المميع والهيدروجين خلال الربع الثالث من العام الجاري توقعت أن تشهد صادرات الغاز الطبيعي المميع من الجزائر نموا خلال الربع الأخير من السنة الجارية ضمن عام كانت فيه صادرات الأقطار العربية من الغاز المميع استثنائية خلال الربع الأول والثاني. تعتزم الجزائر تحويل مطار الجزائر الدولي إلى مركز عبور إقليمي للمسافرين من وإلى إفريقيا وقطبا للرحلات الجوية الدولية. وزارة النقل الجزائرية في بيان صدر في ختام اجتماع تنسيقي مع شركات الطيران المحلية كشفت عن دراسة إمكانية استغلال خطوط جديدة نحو بلدان إفريقية وتحويل مطار الجزائر الدولي لنقطة عبور للمسافرين الأفارقة نحو مختلف الوجهات الدولية بطاقة معالجة تفوق 20 مليون مسافر، ما يضع مطار هواري بومدين ضمن أحد أكبر المنشآت إفريقيا. أعلنت النمسا الجمعة العودة لفرض الإغلاق الشامل لكبح تفشي فيروس كورونا في إجراء يعاكس توجهها عالميا لتجنب الحجر الصحي التام بالنظر لتكلفته الاقتصادية الباهظة. وتقاوم الكثير من الدول الموجة الجديدة من الجائحة بحلول صحية دون إقرار الإغلاق الشامل لتفادي تعمق الخسائر الاقتصادية والمالية. تقرير في السياق لأسماء ضيف. تتفاقم الوضعية الوبائية منذرة العالم بموجة جديدة من تفشي وباء كورونا لتحيي من جديد كابوساً اقتصادياً للكثير من بلدان العالم، مع توجه بعض الحكومات لدراسة إمكانية العودة لسيناريو الإغلاق الشامل، خيار يبقى رهينة تحقيق التوازن بين كبح تفشي الفيروس دون الإضرار بالاقتصاد المتضرر أصلاً بفعل عامين من الشلل. وهنا تقف الكثير من الدول على حافة المغامرة بضمان استمرار النشاط الاقتصادي والخدماتي مهما كلفها الثمن على الصعيد الوبائي، من سنغافورة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مروراً بالشرق الأوسط وأوروبا. تتعدد حدة عودة الفيروس وتختلف استراتيجيات المواجهة، لكنها تتقاطع عند ضرورة صيانة العجلة الاقتصادية دون الذهاب نحو الإغلاق الكلي، في وقت فضلت دول أوروبية كثيرة اللجوء نحو فرض الحجر الصحي على غير الملقحين، عادت أخرى احتمال العودة لتطبيق نظام عمل عن بعد. وبين الاحتمالين تتجه ألمانيا لتبني استراتيجية المواجهة السريعة
للحد من تفشي الفيروس دون وقف الحركية التجارية والصناعية في أكبر اقتصاديات أوروبا. نحن بحاجة إلى مزيد من اختبارات الكشف عن الفيروس والمزيد من اللقاحات، وعلينا تتبع حالات العدوى، لا يجب أن نسعى إلى الإغلاق. تحت شعار الاقتصاد أولاً، الإغلاق لن يكون ملاذ الحكومات في مجابهة الفيروس الداهم في مستهل موسم الشتاء، فالتجربة عبر عامين من الجائحة علمت الدول والشعوب أن تكلفة شل الاقتصاد أعمق بكثير من تبعات الفيروس. على الرغم من أن بيتكوين ما زالت تكافح لمعاودة الاستقرار فوق عتبة $60,000 بعد انهيار الثلاثاء، إلا أن 5 عملات رقمية سجلت زيادة قياسية من مستهل تعاملات الجمعة من أصل 8,000 عملة افتراضية تعج بها منصات التداول عبر العالم. تقرير في السياق لناريما الحماني. البيتكوين، الإيثريوم، بينانس وريبل، تعددت الأسماء لثورة واحدة تحت مسمى العملات الرقمية التي اجتاحت العالم الافتراضي وغيرت جذريا من مفهوم التداول النقدي في الأسواق الدولية. 5 سنوات منذ ظهور أول عملة مشفرة كانت كافية لأن تحدث البيتكوين أشهر عملة رقمية حالة الهوس العالمية في استقطاب الشباب والشركات العالمية وحتى الدول لدخول عالم تداول العملات المشفرة. هوس يغذيه تجاوز سعر العملة الرقمية من فئة البيتكوين الحد الأقصى التاريخي مرة أخرى بتجاوزه حاجز $68,000 بارتفاع لامس 5% خلال جلسة التداول الثلاثاء المصارم قبل أن يتراجع بشكل طفيف خلال اليومين الماضيين. هوس دفع بالكثير من الدول للكشف عن نواياها لإطلاق عملات سيادية افتراضية على غرار إنجلترا التي كشف بنكها المركزي عن مشاورات مع وزارة الخزينة لبحث إمكانية تدشين عملة المصرف المركزي البريطاني الرقمية، وكذلك فعلت روسيا التي دخلت مرحلة اللمسات الأخيرة لإطلاق عملة السيادة المشفرة. ولم تشفع تحذيرات الكثير من الدول من مخاطر التعامل بنحو 8,000 عملة رقمية عبر العالم الافتراضي من إقبال الشباب والمؤسسات والبنوك وصناديق الاستثمار في تداول العملات المشفرة في مسعى لتنويع محفظة استثماراتهم وتحقيق الربح السريع. تحذيرات بلغت درجة حظر التعامل بهكذا عملات في عديد الدول على غرار الصين التي شنت حربا ضد منصات تداولها داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وعلى نفس التوجه ذهبت أندونيسيا أكبر اقتصاد إسلامي في العالم حينما لجأت لتحريم التعامل بالعملات المشفرة. آخر خبر في الحصاد الاقتصادي أعود لك زميلتي ميساء. شكرا لك وليد على هذه الجولة الاقتصادية. لنمر الآن إلى الرياضة. الجولة الرياضية الآن مع زميلة خديجة خدوي. أهلا وسهلا. أهلا بك ميسا، أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الرياضية. بداية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن التصنيف الجديد للمنتخبات الوطنية الصادر عن شهر نوفمبر، وحافظ المنتخب البلجيكي على الصدارة يليها المنتخب البرازيلي ومن ثم المنتخب الفرنسي، في محل منتخب الأرجنتين رابعا والإنجليزي عفوا رابعا والأرجنتين في المرتبة الخامسة. من جهة أخرى، انتزع المنتخب المغربي صدارة المنتخبات العربية باحتلاله المركز 28، يليها المنتخب التونسي في المرتبة 29، فيما تراجع المنتخب الجزائري بمركزين إلى المرتبة 32 عالميا والثالثة عربيا. تعود الحياة من جديد إلى الدوريات الأوروبية بعد حوالي أسبوعين من فتح المجال للمنتخبات الوطنية للعب تصفيات كأس العالم، وتشهد الملاعب الأوروبية العديدة من الصدمات القوية في مختلف البطولات على غرار قمة الدوري الإنجليزي بين ليفربول وأرسنال، وكذا ديربي كاتالونيا بين برشلونة وإسبانيول.
بعد فسحها المجال للمنتخبات الوطنية من أجل لعب تصفيات المونديال، تعود عجلة الدوريات الأوروبية للدوران من جديد. مباريات مثيرة والمتعة ستكون العنوان الأبرز لهذه الحوارات. هدوء مدينة ليفربول سيكسره قدوم مدافع أرسنال من عاصمة الضباب لندن، مباراة يعول من خلالها صلاح وزملائه على حصد النقاط الثلاث والاقتراب أكثر من المتصدر تشيلسي، في حين يسعى أشبال المدرب أرتيتا لمواصلة صحوتهم وتسجيل رابع فوز تواليا في البريمير ليج. أولى خطوات تشافي هيرنانديز في الليغا الإسبانية ستكون بمناسبة الديربي أمام إسبانيول في مباراة الخطأ فيها ممنوع على البلاوغرانا إن أراد الحفاظ على بصيص الأمل في التنافس على لقب الليغا. ثامن ترتيب الكالتشيو، نادي يوفنتوس تنتظره مهمة صعبة حينما يحل ضيفا على نسور العاصمة روما في مواجهة بست نقاط، أما المتصدر ميلان فيحل ضيفا ثقيلا على مدينة فلورنسا وعينه على العودة بالزاد كاملا أمام فيورنتينا. ملعب البارك دي برانس بالعاصمة الفرنسية باريس صار مقبرة لكل أندية الليغ آن. القادم هذه المرة نادي نانت سيحاول تحقيق ما عجزت عنه باقي الأندية أمام فريق مدجج بالنجوم يتقدمهم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي. كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن صانع الألعاب كيفين دي بروين أصيب بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده مع منتخب بلاده بلجيكا في تاريخ الفيفا الأخير. وقال غوارديولا خلال الندوة الصحفية التي تسبق لقاء فريقه أمام إيفرتون إن نتيجة فحص اللاعب جاءت إيجابية، وعليه فإنه سيخضع لحجر صحي مدته 10 أيام. حددت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم الكاف يوم 25 نوفمبر للإعلان عن موعد إقامة قرعة المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022. ونشرت الكاف بيانا رسميا قالت فيه إنه سيتم الإعلان عن مواعيد المباريات الفاصلة لتصفيات إفريقيا في نهاية اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحادية الإفريقية الذي سيعقد الأسبوع المقبل في القاهرة. ومن المقرر أن تجرى القرعة وفقا للتصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وكانت التصفيات الإفريقية قد شهدت تأهل 10 منتخبات يضم فيها تصنيف الأول الجزائر، المغرب، تونس، نيجيريا والسنغال، فيما يضم التصنيف الثاني منتخبات مصر، مالي، غانا، الكونغو الديمقراطية والكاميرون. أوريا الثرى ظهر اليوم بمدينة أيت يحيى بولاية تيزي جوزو الجزائرية جثمان الملاكم الراحل لصيف حماني وسط أجواء مليئة بالحزن على فراق وتوديع البطل الذي خلد اسمه في تاريخ الملاكمة الجزائرية الإفريقية وحتى العالمية. حماني على الشفاه أبجدية الملاكمة الجزائرية وسفير استقى النبالة من فنه، حمل علم وطنه وكان عنه مدافعا شرسا ذات العلم يغطيه اليوم بحفاوة، وهو يعود موشحا محمولا على الأكتاف. لوسيف رحل. خسرنا بطلا وخسرت أبي، إنه نصفي. الحمد لله أخضرناه إلى أرض الوطن. أشكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي قدم تعازيه لكل عائلة حماني. كل لوجه استحيت أمام تركة البطل، فرحيل قائد المسار رياضيا وممثل الجزائر دبلوماسيا موجع. نقدم التعازي لكل العائلة ونعزي أنفسنا أيضا كجزائريين وكأسرة رياضية. موعد تشييع الجثمان بمسقط رأسه بمدينة آيت يحيى بولاية زوزو. المكان لا يكاد يسع جميع الحاضرين بين الافتخار بما تركه قفاز حماني والحزن على فرق لصيف. امتزجت مشاعر المودعين بين الحضور. الرافض عرض فرنسا بحمل جنسيتها
حمل ألوان الشهداء قبل وبعد النزال، واليوم يغادرنا مغادرة الأبطال. نختم بالتنس، أين اكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة الختامية للماسترز بتأهل كل من دانيال ميدفيديف، نوفاك جوكوفيتش، ألكسندر زفيريف وكاسبر رود. ويواجه زفيريف المصنف الأول عالميا جوكوفيتش في النصف النهائي الأول، فيما يلتقي ميدفيديف حامل اللقب رود الفائز على روبليف في المباراة النهائية أو المباراة الثانية. نهاية النشرة الرياضية، عودة إليك ميساء. شكرا لك خديجة. إذن نهاية النشرة أو نهاية الجولة الرياضية ونهاية أيضا نشرة الحصاد لنهار اليوم، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.